هنا في الصورة بيوضح ايه دكتور اه معين؟ دي بقى دي بقى التقنية التانية اللي احنا كنا هنتكلم فيها دي. بنتكلم على احنا بنعمل بلازما. طب لو حد مثلا عنده انيميا ما ينفعش مع البلازما. لا انا عايزاكي بقى تدققي في النقطة دي، انت دكتورة شاطرة فعلا، ربنا على يخليك. فكرة شابو ليكي، تسلمي. لان في ناس بتروح الدكتورة ما بتهتمش انت عندك انيميا ولا لا، فيلا خلصيني عشان اخد المبلغ من الاخر يعني، واحقن بلازما يا جماعة، حقن البلازما. لو انت عندك انيميا البلازما اللي بتطلع من الدم بتاعك، ما هو انت اصلا عندك انيميا فما بقاش ليها لازمة. فعلا بتبقى فاهمينا النتيجة بقى مش اكتر. حلوة. يعني بصي احنا دايما يعني بسأل العيان لو هو عارف هو عنده انيميا او ما عندوش، او لو هو شاكك انا بقوله لازم تعملي الاول تحليل عشان نتأكد ان الهيموجلوبين بتاعك كويس، عشان تطلعي لنا نتيجة البلازما او الصفائح الدموية دي تطلع لنا نتيجة كويس عشان تفيدها. بالظبط. ما احنا بصي احنا بنشتغل طب الحقيقة، احنا صح مش بنشتغل اي حاجة. صح هو الطب بيقول ان لازم عشان نتيجة كويسة لازم نبقى متأكدين من كل العناصر اللي عندنا تاني. فبالتالي ممكن نأجل بس الصور بتاعت انا الكلام. اجلها. اوكي انا معاكي. خلاص احنا دلوقتي طلعت عندها انيميا، حلو. فبندور لها. طب هي عايزة تعمل نضارة، هنعمل ايه؟ هنعمل بالهيالورونيك اسيد بقى يا مال. اوكي هيالورونيك اسيد ده مشهور جدا ان هو الماده اللي بتستخدم في الفيلر، بس هو اصلا له طريقه في التركيز والتركيبات بتاعته بتتعمل للنضاره. منها بقى هايدرو، انواع واسامي كتيره وناس عارفاها بسكين بوسترز، وبقى الحاجه الجديده بقى اللي هي الكاتسوره عليها دي حاجه اسمها بروفايلو. بروفايلو ده بيعمل ايه؟ تركيز هيالورونيك بطريقه مختلفه، ده واخد اصلا جوائز عالميه ان هو بيعمل طب نجيبها نضاره. بقى الصوره ونشرح عليها، ايه اوكي رايك؟ اهي معانا بالظبط. على الشاشه. هي دي اوكي 5 نقط بس في في الوش بيتحقنوا دول بس يا مال. بيتحنوا ايه بقى؟ ولا فيلر ولا بوتوكس؟ ولا فيلر ولا بوتوكس، بيتحنوا اللي هو ايه؟ الهيالورونيك اسيد. انا اسمع الهيالورونيك اسيد شوفي حلو، كل حلو للبشره، حلو للشعر، بالظبط. في فيتامينز بناخده كمان، صح هو كده؟ بصي الهيالورونيك اسيد بالظبط كده، هو الهيالورونيك اسيد بيجمع الميه، يعني بيخلي الجسم في الحته دي يجيب الميه فيخلي البشره نضره في الحته دي. فهمت. التكنيك بقى بتاع دي ماده جديده، يعني هو نفس الهيالورونيك معمول بس التكنولوجي بتاعت المولكيول زي ما بيقول كده نانو الكلام ده، هي ليها تكنولوجي مختلفه بيتحقن 5 نقط يرفع بيها الوش ومنها كمان يعمل نضاره. بيتعمل في الرقبه، بيتعمل في الايدين. يعني ما بقاش بس الحقن فيلر وبوتوكس، يعني انا ممكن احقن هيرونيك اسيد للنضاره في وشي، في في ايديا. ايديا، طب ليه ايديا بقى؟ عشان انت خلي بالك اكتر حاجتين بيبينوا الواحد، احنا كلنا بنهتم بوشنا الرقبه وال والايدين، صح. فاحنا لو سبناهم وقعدنا نعمل في يبقى وشنا جاهل على فكره، ايوه وبقولها لناس كتيره بتفضل تهتم بوشها، اقول لها على فكره انت باينه من رقبتك، يعني صح الليله مش في الوش بس، بالعكس. بالظبط. فاحنا لازم نعمل مع الوش الرقبه عشان الرقبه بتعجز، الايدين طبعا. بتعجز، والايدين دي بقى اكتر على فكره من الرقبه كمان في ايه؟ يعني رقبه ممكن ناس تبقى لابسه مش عارفه ايه، لكن الشمس خابطه في ايدينا طول الوقت، صح. ما بنحطش صن بلوك على ايدينا، كل الحاجات دي لازم نديها بقى الكريمات مهما بنفضل نغسل في البيت ومش بالظبط. عارفه ايه، وبنستخدم حاجات كده بتأثر طبعا على بشرتنا، خصوصا الايد، فعلا صح.